التحول الرقمي يمثل تحول هام نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات وتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي. من مميزاته وصفاته تحسين تقديم الخدمات الحكومية من خلال الإلكترونية مثل التسجيل المدني والصحة والتعليم، الأمر يسهل الوصول إليها للمواطنين. تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إدخال نظم إدارة البيانات والمعلومات الإلكترونية، مما يسهل عمليات المراقبة والرصد. يساهم التحويل الرقمي بتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة فرص العمل بالقطاع التكنولوجي والإبداعي. من أهم المميزات توفير الوقت والتكاليف من خلال الإلغاء التدريجي للعمليات الورقية واعتماد الحلول الرقمية، وبالأخير يعزز التحول الرقمي التواصل والتفاعل الاجتماعي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى للتواصل وتبادل المعلومات.